هوية بريس نحو إعلام هادف. وواحد القضية أخرى اللي الإنسان ربما تيفهمها ولا ما تيفهمهاش، وأن هذا الشيء مرتبط به مستقبل الأمة، لأنه دابا على حسب اللي بقيت كنشوف ولا الغش داخل في كل شيء، وهذا دابا راه مصيبة. هذه نقول لكم راه شعوب ينتشر فيها الغش بهذه الطريقة، يمكن أن تفقد استقلالها، ويمكن أن تفقد سيادتها، ويمكن أن تزول من الخريطة. الأخطاء بصفة عامة، ولكن الغش واحد منها، واحد منها. أنا اليوم شفت واحد الفيديو ديال واحد السيد مشي به واحد العود وضربوا به واحد الجماعة ديال الشلابية وداوه ليه بالزبنو وخلصوا له اللي بغاه، وهو مسكين من تازر رجل كبير، قالوا هذو كلهم غيمشيو لجهنم، حكم عليهم أنهم كلهم غيمشيو لجهنم. ف يعني غير معقول، ما بقاش الثقة حتى في الأسواق ديالنا. يعني تدي حيوان تبيعو تولي فهمتين ولا، واخدين بالزبنك وتيضرب بنادم ويبقاو يدوخوا الراس، هو رجل ممتازة مسكين، رجل ممتازة، رجل نية، كيبان رجل نية فهمتي ولا، ماشي من بركة، ماشي من بركة الاستجابة لا، وممتازة وضاروا به فهمتي ولا، وقال له حق في الأخر حكم عليهم، قال هادو كاملين غيمشيو للجنة. دونك حنايا المسائل هذه زعما يعني حنا ما 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 قامش على الغش، ما يمكنش يكون على الغش، ولا قام على الغش غادي 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 سينتهي سيزول. هذا الشيء اللي تنقول لكم اللي وقع فيه هو انه هذوك الاخرين اللي كيمشيو السياسه بالغش والاكاذيب انتم غادي تشوفوا داك الشيء، نعطيكم شي بركه فهمتينا لا، هذوك ماشي تيكرهونا لاننا يعني لا، ما خصهمش نكونوا موجودين، الا كان ضروري خصنا نكونوا غشاشه بحالهم باش في الغش هما الغش ديالهم ينفع، لأن الغش مع المعقول ما كينفعش. الله تعالى كيقول لا حنا بغينا نوليو غشاشة غنوليو غشاشة بحالهم، وملي غنوليو غشاشة بحالهم ما غينفعش داك الشيء، لأن هما كيعرفوا يغشوا سي نورمال وبحري فيا هذا شغلهم. لا هادو اش كيديروا؟ كيشوهوا العمل السياسي، كل حاجة وقعت إلا وتي تي تي كومون ديريش، كل حاجه وقعت الا وتي يعني تي ندلو واحد المجهود باش يشوهو كل واحد كيشتغل في السياسه، وكل حزب كيشتغل في السياسه، وخصوصا الا كان كيشتغل منيتو باش علاش باش كيخصهم يعني الناس يفرون من السياسه، واذا فر الناس من السياسه يستفردوهم بها وفعلوا بها ما يشاءون. ولهذا كتلقى المغربي اول ما تيقول لك يعتز تيقول لك انا ما عندي التزام مع حتى شي حزب سياسي، اول باش كيبدا لك. وهو في الحقيقه خصو كل مغربي يدخل في السياسه، تم يمكن تسمح بشي حاجه اخرى، ولكن السياسه ما يمكنش تسمح بها. علاش؟ لان السياسه الاخوان راه داخلة معاك، اسمحوا لي نقول لكم هذه الكلمة، دابا غتدخل معنا حتى الفراش الزوجية. الآن فراش الزوجية ستدخل معنا له، إلا مشاو حتى دوزوا هاد القوانين اللي تيبغي، ومنها الاغتصاب الزوجي هكذا كيسموه. لا ماشي الاغتصاب. الاغتصاب والفيول. الفيول كونجوغال. غادي تولي انت دابا كتقول انا ما دخلش للسياسه، انت ما دخلش للسياسه، وهي غتدخل معاك لفراش الزوجيه، بلا ما نهضروا على المسائل الاخرى، بلا ما نهضروا على وديك الساعات وسير ديك الساعات ملي حين سوف يحكمك القانون وتدعي زوجتك انك غتصبتها، سواء كان ما تقوله صحيحا او لم يكن صحيحا، فازي اكسبليكي وجهه، سير ديك الساعات تشرح، ما عندك ما تشرح. وفي الاخر شنو غادي يوقع؟ ما غيبقاش الزواج، ما غيبقاش هذا الزواج كله، ما غاديش يبقى فهمتيني ولا، ستصبح الحياه فوضى. لهذا السياسه اللي كتقوم بها، حيت جو سيبوز كو باللي ملي كانت النتائج ديال 2021 يعني
تقلقتي وبقى فيكم الحال. وجا عندي السي عبد الصمد طير له قال لي السي عبد الله حنا الدوله جينا غير نعاونوها واذا بها كذا وكذا وكذا. فهمتي انا لا الدوله السي عبد الصمد راه ماشي الدوله راه فيها ناس وناس عندهم مصالح. الاخوان سولوا شي واحد فيكم حرفي ولا استاذ ولا شحال يمكن له يربح في النهار مقابل اي مجهود، ستجدون انه يعني كيربح باش يعيش بالكاد بالكاد بطريقه نسبيه المعقوله ببذل مجهود كبير ان لم يكن خيالي. ولكن هما عندهم الريع، اذا كتفهموا شنو هو الريع، الريع هو اموال تاخذ مثلا انا الا اعطيتك الاذن باش تستغل هذاك ديال الرمال، مقلع ديال الرمال، شحال يمكن له يرد عليها السي الحسن؟ قول لي واخا انت ما عندك لا مقلع على 77 ما عندك لا مقلع لا مقلع لا مقلع، شحال يمكن له يرد عليه؟ يعني ديك الساعات يمكن تتكلم على شي حاجه بحال 10 20 30 40 مليون في النهار. كيف غايدير هذا اللي كيربح 20 ولا 30 ولا 40 مليون في النهار، كيف غايدير يعني يقبل انه واحد بحالك انت غادي تجي تضيقها به او لا تطالع عليه؟ خصو على اكثر تقدير، الا كان ولا بدا وطلعتك الجماهير يدور معك ويسكتك، الا ما كانش يصفيها لك. هادشي اللي كاين في السياسه، فهمتي راه الاخوان. ولهذا يعني السياسه راه الاخوان يعني واحد الحاجه يعني واجبه شرعيا انه يعني الانسان يعني خصو يدخل السياسه وخصو يتضايق مع هذا. وطبعا انا هضرت معكم غير على المقالع، كاين المقالع وكاين امور اخرى وكثيره الى اخره الى اخره. فكيف تتخيلون ان امثال هؤلاء سوف يقبلون ان تكونوا؟ فهم يحاولون أن يتخلصوا من أمثالكم بأي طريقة إن كانت. طبعا الحال 21 اللي وقع ذاك الشيء أنا قلت لكم شنو وقع، يعني تصورتي وأنه ولكن شنو الحل؟ هل نذهب لنجلس في بيوتنا ونقنع بما رزقنا الله ونعيش سالمين هادئين؟ لن يتركونا، لأنه هذا الشهادة ولا فيه التعليم ولا فيه الصحة ولا فيه يعني الأحوال الشخصية ولا فيه يعني حتى الأمن ديالكم في الشارع وفيزافي ديال رجال الأمن وديال رجال الدراك وديال يعني إلى انتشر الفساد كيوصل حتى لهادو بطبيعة الحال، والقضاء ولست أدري ماذا. فمع الوقت ما عرفتش أنا كيفاش تتخيلوا الناس التعايش مع الفساد. لا يستقيم دابا أنتوما دابا إلا شديتي ليمونة شنيت هاد الأخ هذا؟ مستعين لا عطيتك السي مستعين يعني ليمونة فيها شويه ديال الفساد تقدر تنقيها وتاكلها، هذاك الشيء اللي كندير انا. ولكن في الحق لقيت شي نصائح قال لك، ولكن الا كانت فاسده بزاف ممكن صافي تتلوحها. راه معناها راه نفس الشيء، راه المجتمع اذا كثر فيه الفساد فهمتي ولا لا ما تيبقاش صالح للحياه، تيخصك تشدو تلوح وغيتلاح. ولهذا هذه القضيه هذه ديال وانا تنتكلم معكم دابا على الصلاح الشخصي، لا منكم على الصلاح الشخصي من دعوتكم، على الصلاح الشخصي من تدافعكم مع الفاسدين. وشوفوا دابا شحال ديال الناس يعني اللي دابا متابعين، وشوفوا دابا واحد القضيه ما تتنشرش الاحوال ديالهم. لو كان يتنشر الاحوال ديال بعض الناس بحال هادو، لا هذاك ديال فاس ولا الاخر ديال وزنيقة ولا ما نعرف شنو، تشوفوا شنو عندهم من العجب العجاب، وتقول كي داروا دركوا هذا الشيء كامل. سي امبوسيبل يعني من المستحيل. هذا الشيء هذا جاء بالفساد بالريع بتواطؤ
يعني اعطيني نعطيك، سكت عليا نسكت عليك، الى اخره الى اخره. في الاخر في الاخر انت دابا كملتيها وليتي استاذ ولا معلم ولا مهندس ولا طبيب ولا عندك حانوت ولا راك الحمد لله مديباني راسك. ولدك مسكين كي غايدير؟ اش غايدير ولدك؟ غايقرا ما كاينش اللي يوظفو، غايمشي للتجاره غادي يلقى اللي غيضيقها به، غادي كذا الى اخره. هادشي اللي وقع دابا في المغرب، اللي هضرتي معاه الافاق تبدو مغلقه. ولهذا نحن في حاجه الى ان يعني ننخرط في السياسه ونصبر عليها ونقاوم فيها. هوية برنس، نحو إعلام هادف.